أما هلأ سلمى وصلنا لفقرتنا الأولى، ودائما مع إرادة الحياة والشغف بجميع مفاصلها من ثقافة وفن. أكيد سلمى عم نحكي عن مهرجان الشام الأول يلي كان أكبر دليل على إرادة الحياة، على قديش فعلا لسه العالم عنده شغف، وكان خير دليل عليه المهرجان يلي استقبل عدد كبير من النجوم بالوطن العربي. لحتى نحكي أكثر أكيد عن هذا المهرجان بصيرنا يكون معنا عبر الهاتف دكتور جوان قرجولي، هو مدير الأسد دار الأسد للثقافة والفنون. صباح الخير. صباح الفل، يعطيكم العافية. يعطيك العافية دكتور، أهلا وسهلا فيك. يسعد صباحك، كيفك أستاذ جوان؟ الله يخليك، يسعد صباحكم. أول شيء يعطيكم العافية، يعني خلينا نقول أنه المسرح المكشوف بمجمع دمر كان السنة كتير له وقع، وحفلاته كان كتير له أثر إيجابي عند الناس. خلينا ناخذ ونحكي عن حفل نصيف زيتون، هو آخر الحفلات بمهرجان الشام الأول. الحقيقة هو حفلنا يعني مثل ما بتعرفوا هو أحد الحفلات المهمة اللي عملناها بهذا المسرح، ونحن هذا المسرح هو يتبع لمجمع دمر الثقافي اللي نحن عم نسميه أوبرا دمر. نحن عندنا هذا المسرح بنعتز فيه، وبنعتز بكل شخص اعتلى خشبة هذا المسرح، وبنعتز بجمهورنا يلي مثل ما تفضلتوا بالبداية يلي عنده إرادة الحياة، إرادة الفرح. هذا التاريخ الكبير اللي عندنا نحن من 7000 سنة وأكثر من 7000 سنة يستحق أنه يفرح وأنه يعيش بسعادة. حفل نصيف هو واحد من الحفلات يلي الحقيقة مهمة، ليس الأهم ولكن هو واحد من الحفلات المهمة، لأنه كمان الحفلات اللي قبله كان جدا مهمة على الصعيد الفني وعلى صعيد الجمهور. نعم، كمان عم نحكي نحن عن أعداد هائلة من الناس والسوريين اللي توجهوا لهذا الحفل، سواء بحفلة نصيف زيتون مثل ما حكينا، حفلة محمد المجذوب، وأيضا إياد الريماوي اللي طلب تكراره لأكثر من مرة. فكيف نحن ممكن نرضي جميع السوريين اللي ممكن ما حالفهم الحظ وقدروا يتوجهوا ويكونوا ضمن هي الحفلات؟ هلا بصراحة يعني إذا بدنا نحكي بصراحة شوي، نحن أنا نرضي الكل هذا مستحيل، لأنه بتعرفوا يعني هو الاستيعاب المسرح حوالي 2700 شخص، عم يكون أحيانا بالحفل 3000 و4000، حفل امبارح كان في 4000 شخص، لكن حتى لو عملنا الحفل على مدى يومين أو ثلاثة وأربعة، هذا الكلام أولا ما راح يرضي كل الناس، ثانيا مكلف جدا بالنسبة لنا وبالنسبة للفنان اللي عم يقدم. هلا نحن انا بتمنى يعني من كل الجمهور من الغالي يلي ما بيقدر او ما صح له يحضر هذا الحفل يحضر حفل اخر، يعني هذا التهافت الكبير والضخم والغير مسبوق على البطاقات هذا شيء صحي، لكن بنفس الوقت له يعني خلينا نقول محظور اخر. عدد الضخم من الجمهور وحضور هذا الحفل صار علينا خطر حقيقة، يعني لانه عدد ضخم كثير، وخصوصا وانا يعني هذا لازم نحكيها وانا تعودت اكون صريح دائما، وخصوصا بعد نهايه الحفل يلي كل الناس عندها رغبه انه تتصور مع الفنان الفلاني، وبالتالي يعني صار في اشكالات معينه وصار في بعض التوتر بس لمشان ناخذ صوره. يعني الشعب السوري اهل البرستيج واهل الفن واهل الرواق واهل الاكابريه، نحن جايين نحضر حفله ما جاي نركض ورا فنان. هلا الفنان لما ما بده يتصور مع حدا فهو حر، ما فينا نفرض على حدا، لكن الجمهور اتمنى يكونوا شوي اتقل واوزر من هيك. هلا بالعموم انا اسف هي صراحه بس لازم ولا يهمك استاذ جوان، بالعموم عاده يعني الناس بتحب وخصوصا مثل ما قلت الجمهور اللي بيحب فنان معين فبيكون عنده هاي الشغف، حاله شغف انه يتصور معه صوره صحيح. للذكرى ان شاء الله، يعني بالمرات القادمه يكون في حفلات واللي ما قدر يتصور سابقا صور، هذا الشيء بينم على انه تعذبتوا شوي، كان في مجهود يمكن. اي والله الحقيقه كان في منغص وفي بعض التجهيزات اللي انكسرت للاسف الشديد وفي بعض الاصابات حتى. نحن دائما استاذ جوان نتمنى يكون انه يكون في وعي اكثر وتقدير لهي الحاله ولهي الاعداد يلي فعلا كبيره، يعني ما بدنا الحفله تقلب لشيء ثاني لا سمح الله شيء ممنيح. بالختام استاذ جوان خبرنا عن مشاريعكم سواء بدار الاسد للثقافه والفنون وشو محضرين لنا نشاطات. في عندنا كثير اشياء، في عندنا حفلات حلوه، نحن اليوم عندنا المؤتمر الاول لاتحاد الصحفيين وحتشارك هاي الفرقة الوطنية للموسيقى العربية مع الزميلة صديقتنا ليندا بيطار. في عنا حفلات الأوركسترا ماري، عنا حفلات الفرقة السيمفوني الوطني، وعم نحضر لمفاجأة المهرجان الإضاءة المسرحية. يمكن يكون في عنا مهرجان لمدة أسبوع لفن الإضاءة، وهذا رح يكون مفاجأة إن شاء الله. يمكن هذا أول مرة يطلع هيك مهرجان بسوريا. صحيح 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 صحيح. وطبعا بالمسرح المكشوف في عنا حفلتين يحضر لهم،
واحدة للفنان ريان قادم ان شاء الله، اتمنى ما يصير في عندنا مشكله بس بالجمهور وبدون سلفياتكم. فريان قادم ان شاء الله خلال فتره ما لها كثير بعيده، يعني ما تتجاوز 15 يوم ان شاء الله. نعم نعم. بدنا نشكرك استاذ جوان قرجولي، واكيد الاخباريه السوريه موجوده اليوم عندكم بدار الاسد للثقافه والفنون لتغطيه مهرجان الاعلام السوري الاول. شكرا لك. اهلا وسهلا. شكرا كثير لك استاذ. شكرا. ميرسي.